أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة المكلا، أبدأها بالعناوين. في الذكرى الأولى للهدنة الأممية في اليمن، غرومبيغ يؤكد أن تحقيق السلام هو مسؤولية أطراف النزاع. اللواء الزبيدي يترأس اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية الجنوبية. محافظ حضرموت يستهل أمسياته الرمضانية بلقاء العلماء ومنسوبي السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة. والدوريات الكروية الرمضانية في المكلا طقسا بارزا في عصريات رمضان.